الفرد يا صمد؟ قال الإمام الهادي عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. يا عزيز العز في عزه، ما أعز عزيز العز في عزه. يا عزيز أعزني بعزك، وأيدني بنصرك، وادفع عني همزات الشياطين، وادفع عني بدفعك، وامنع عني بصنعك، واجعلني من خيار خلقك. يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد.